أهلا بكم. وضع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي صباح يوم الاثنين 16 غشت 2021 ترشيحه لعضوية مجلس النواب، والمجمع إجراؤها في 8 شتنبر المقبل، فيما وضع خالد الحاتمي ترشيحه لهذه الاستحقاقات برسم دائرة تارودانت الجنوبية. ويعد حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الأول الذي وضع لائحة ترشيحاته للانتخابات البرلمانية بدائرة تارودانت الشمالية والجنوبية لدى السلطات المختصة، والتي تضم وجوها شابة وكفاءات عالية تتوفر على خبرات كبيرة في مجالات متعددة، وفق وهبي إذ يراهن الحزب من خلالها على تصدر نتائج الانتخابات بالمنطقة. فهل يكرر البام مسيرة 2008؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.